مرحبا بكم اليوم الناس كل في قناتكم مساحة. اليوم أول رد لهادي زعيم بعد سقوط قناع الباباراتزي، وكما تعرفوا أغلبيتكم تفرجتوا في الفيديو بتاع الباباراتزي اللي هو حافظ طياشي، وأغلبية متابعي قناة الحوار التونسي يحبوا يعرفوا الشخصية ذي وبالأصح الفنانين اللي هو يكشف لها في الأسرة بتاعهم الحقائق بتاعهم، معناها يحبوا يعرفوا اللي هو شكون لذيك وراء القناع. لكن اليوم اكتشفوا انه هو حافظ طياشي. لكن رد الهادي زعيم اليوم على الفيديو اللي تسرب، قال في احد الاذاعات الهادي انه صحيح حافظ طياشي عامل بقناة الحوار التونسي لكن موش هو الباباراتزي، وبالنسبة للفيديو هذاك كان في الكواليس واغلب الفنانين عندهم الفيديو هذاك في الانستغرام متاعهم، لكن بالاصح فنانة برك تستحفظ، معناها تستحفظ بالفيديو هذاك خاطر عندها مشكلة مع حافظ طياشي. كما كنتوا تسمعوا هذه رسالة الهادي زعيم على المتابعي قناة الحوار التونسي، ينفي فيها انه الباباراتزي هو بيدو نفس الشخص حافظ طياشي. وكنكون وصلنا الى نهاية الموضوع.